هذا ما كانت تعانيه عائلة ليكوف لمدة 40 سنة، حياة في معزل عن كل ما هو بشري، في غابة مرعبة بين الأشجار العملاقة وبين الثلوج، تحيط بهم الدببة المتوحشة والذئاب المفترسة، ولا أحد في العالم يعلم شيئا عنهم. بدأت القصة سنة 1978 عندما كانت مروحية تحلق فوق منطقة غابات التايغا، وهي مناطق شاسعة في روسيا تغطيها الثلوج معظم السنة. كانت منطقة غير مكتشفة كليا وغير مأهولة نظرا لانعزالها وبرودتها، وكذلك انتشار الحيوانات البرية فيها. كانت المروحية تحمل مجموعة من الباحثين الجيولوجيين الذين كانوا يقومون بمسح الأراضي والبحث عن خام الحديد. كانت المروحية تبحث عن منطقة للهبوط، وكان الباحثون يتأملون المناطق الشاسعة لعلهم يجدون مكانا لتهبط فيه الطائرة. أثناء تحليقهم لمحوا مجموعة من أخشاب الصنوبر مثبتة على ارتفاع 6000 قدم فوق سطح الجبل، ولأن المنطقة نائية وغير مأهولة فقد استغرب الباحثون وجود هذه الأخشاب المثبتة على شكل كوخ. عند نزولهم من المروحية بحثوا عن المكان الذي رأوه من الجو حتى وجدوا كوخا خشبيا مهترئا وسط الغابة الموحشة، فاقتربوا منه بحذر، فخرج لهم رجل عجوز كان حافي القدمين ملتحيا ويرتدي قميصا وسروالا من لحاء الأشجار. دعاهم ذلك الرجل للدخول إلى الكوخ. كان الكوخ ضيقا ورطبا ومظلما، ليس فيه إلا القليل من الأثاث والأدوات ليعكس قساوة العيش. هناك في الداخل تواجد مجموعة من الأشخاص بدت ملامحهم خائفة من القادمين، وكأنهم لم يروا إنسانا من قبل. تبين فيما بعد أنهم أولاد ذلك الرجل. حاول الباحثون التعرف على العائلة وتحدثوا مع ذلك الرجل. هنا كانت المفاجأة، فقد عرف الباحثون أن هذه العائلة لم ترى إنسانا منذ أكثر من 40 سنة. في ثلاثينيات القرن الماضي كانت روسيا تحت حكم البلاشفة، وكما هو معروف فإن النظام البلشفي الشيوعي كان نظاما ملحدا حارب كل الأديان في روسيا، هدم الكنائس والمعابد وقتل كل من يدعو إلى اعتناق أي دين. وقد كانت هناك طائفة دينية أرثوذكسية أصولية متشددة، كانت هذه الطائفة مضطهدة منذ عهد القيصر بطرس الأكبر أوائل القرن 18، وقد بقيت تمارس شعائرها في السر إلى أن جاء البلاشفة وبدأوا حملة تطهير ديني واسعة لكل الطوائف والمعتقدات. كان كارل ليكوف رجلا قرويا بسيطا، عاش مع زوجته أوكولينا في قرية بسيطة، لكنه كان من أتباع تلك الطائفة الأصولية. وعند بداية التطهير العرقي عام 1936 شاهد ليكوف مجموعة من الجنود وهم يدخلون القرى يقتلون كل من يشكون أنه ديني، وعند اقترابهم من قريته هرب مع عائلته باتجاه الغابات. وأثناء فراره شاهد الجنود يقتلون أخاه. قرر ليكوف الدخول إلى الغابة والبقاء فيها إلى أن تستقر الأوضاع، وقد كانت معه زوجته وطفلاه سافي ذو 9 سنوات وناتاليا ذات 2. كما أخذوا معهم بعض الأغراض مثل مغزل النسيج وبعض الأواني البسيطة والملابس وكتاب الإنجيل. مع مرور الوقت زادت الأوضاع سوءا، فالبلاشفة حكموا روسيا بيد من حديد، مما جعل عائلة كارل ليكوف تستقر داخل غابة التايغا وتعتمد على نفسها في كل شيء رغم صعوبة الحياة. الغابة كانت موحشة وخطرة، كما أن الطقس قاس معظم أيام السنة فيها، لكن العائلة كافحت من أجل البقاء، وقد أنجب الزوجان طفلين آخرين هما ديمتري وأغافيا. كانت العائلة تعاني من الجوع دائما، فالمزروعات التي زرعوها كانت بالكاد تكفيهم، والطقس البارد كان يجعل العمل أو الخروج من الكوخ أمرا مستحيلا خاصة في الشتاء. كان غذاءهم البطاطا وبعض البذور، لم يأكلوا اللحم إلا بعد أن كبر الابن ديمتري وبدأ بالصيد عن طريق حفر المصائد أو ملاحقة الطريضة حتى تنهار من التعب. كان ذلك يستمر أياما عديدة. رغم كل هذا
وقد تعلم الأطفال القراءة والكتابة من والدتهم عن طريق كتاب الإنجيل، وقد استعملوا عصا خشب البتول المغمورة في العسل كقلم وحبر للكتابة، كما حكى الوالدان لأطفالهما عن الحياة خارج الغابة وبأنه يوجد مدن وبشر آخرون يعيشون فيها. عام 1961 ضرب الصقيع في يونيو الأرض وقتلت الثلوج كل محاصيلهم، فأصابتهم مجاعة اضطروا معها إلى أكل الأحذية التي صنعوها من قشور الأشجار، وقد ماتت والدتهم من شدة الجوع ولم تستطع الصمود. مع مرور الوقت تقبلت عائلة ليكوف صداقة أحد الباحثين وهو حفار يدعى بيروفي سيدوف، والذي قضى وقت فراغه في مساعدتهم في الزراعة والحصاد. كما عرف الباحثون أن عائلة ليكوف لم تعرف بحدوث الحرب العالمية الثانية، رفضت عائلة ليكوف الانتقال إلى القرية وتمسكوا بالعيش في كوخهم، كما أن والدهم قال عندما قدم إليه الملح إن الحياة بدونه لا تطاق، كما اعتقد أن ورق السلوفان هو زجاج قابل للطي. بعد مدة ساءت الحالة الصحية لعائلة ليكوف بسبب اتصالهم بالعالم الخارجي، فهم لا يملكون مناعة قوية. توفي سفين وناتاليا بسبب فشل كلوي، وتوفي ديمتري بسبب التهاب رئوي، ثم لحق الأب بهم أيضا عام 1988 ودفنته ابنته الباقية أغافيا، وعادت للعيش وحيدة في الكوخ رافضة الانتقال منه. بقيت أغافيا في الكوخ وحدها حتى عمر 70 عاما، لم تغادره إلا 6 مرات فقط من أجل العلاج ولقاء أعضاء طائفتها القدامى والقيام بجولة قدمها لها الاتحاد السوفيتي على نفقته، حيث جالت في عدة مناطق للتعريف بقصتها وعادت إلى كوخها القديم من جديد. في الختام لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل خدمة الجرس ومشاركة الفيديو. دمتم بكل خير.